أصامدون أصامدون درب النضال لها ليس منه وأمززي يا وزير التربية تشجل بالحال بالماء أحمد القاضية وأمززي يا وزير التربية تشجل بالحال بالماء أحمد القاضية صامدون 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 النضال لعلي سائرون. إذن اليوم في جميع ربوع الوطن ينظم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وقفات احتجاجية تضامنية ردا على المتابعات والمحاكمات في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. مع كامل الأسف اليوم المدرسة العمومية المغربية تتم متابعتها خيرة أبناء وبنات هذا الوطن. أحسن ما ألجبت الجامعة المغربية في السنوات الأخيرة تتم متابعتهم لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقهم الدستوري والعادل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. مجموعة من الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم وعلينا التعاقد يتابعون اليوم ويوم 24 ويوم 27 ويوم 3 يونيو أمام المحكمة بتهم ثقيلة جدا لا لشيء إلا لأنهم أساتذة فرض عليهم التعاقد وفرض عليهم النضال والاحتجاج المشروع من أجل إدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. مع كامل الأسف قلت اليوم المدرسة العمومية المغربية هي من تحاكم أبناء وبنات الشعب المغربي. أحسن ما أنجبت الجامعة المغربية يحاكمون اليوم لدفاعهم عن المدرسة العمومية المغربية ومجانية التعليم المغربي العمومي. الشعارات التي رفعتها التنسيقية الوطنية الأزلية لفرض عليهم التعاقد والمتمثلة في إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والحفاظ على مجانية التعليم المغربي والحفاظ على المدرسة العمومية المغربية، اليوم نجد على أن الواقع هو نفسه الذي تناضل من أجل التنسيقية الوطنية الأزلية لفرض عليهم التعاقد. خير مثال الثانوية الإعدادية أنس بن مالك التي يتم الآن تحويلها وتفويتها إلى القطاع الخاص. إذن اليوم أبناء وبنات الشعب المغربي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يؤكدون على أنهم في دفاعهم عن حقهم العادل في إدماج في أسلاك الوظيفة العمومية فهم كذلك يدافعون عن مجانية المدرسة العمومية المغربية وعن الوظيفة العمومية التي تعتبر مكتسب وحق دستوري لجميع المواطنين والمواطنات. بأي حق يحرم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من هذا الحق وبأي حق يتابع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فقط لمجرد مطالبتهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. أساتذة وأستاذات سلميين تم قمعهم بشكل همجي واليوم يتابعون أمام المحكمة. إذن اليوم نداء موجه للشعب المغربي من أجل الوقوف مع أبنائه وبناته الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم وعلينا التعاقد. يأتي هذا الشكل الاحتجاجي في إطار تنزيل البرنامج النضالي للمجلس الوطني المنعقد يوم 10/11 ماي والذي تضمن مجموعة من الخطوات أهمها إضراب وطني أيام 19/20/24/26/27 ماي. تتخلل هذا البرنامج النضالي مجموعة من الوقفات أمام المحاكم على إطار مجموعة من الاعتقالات التعسفية التي طالت مجموعة من الأساتذة لا لشيء لأنهم طالبوا بحقهم العادل والمشروع في الإدماج بالأسلاك الوظيفة العمومية. واليوم نقف أمام المحكمة احتجاجا على يعني هذه الاعتقالات التعسفية التي طارت الأساتذة ونقول لهم بأننا معكم بأننا يد واحدة وبأننا لن نتخلى عن أي أستاذ كيفما كان الحال. ولازالت يعني نضالات التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم تعاقد مستمرة ومطالبنا يعني لن نتخلى عنها بأي وسيلة كانت. في الدولة يعني تقوم يعني بحركتها يعني دائما المعتادة عوض أنها تجد حل لهذا الملف فهي تلجأ إلى الاعتقالات إلى بعد أن قامت يعني بمجموعة من الاقتطاعات ومجموعة من الأمور من أجل ترهيب الأساتذة للتراجع عن نضالاتهم. الآن هي بدأت يعني في مسار يعني الاعتقالات اللاقانونية التي طالت الأساتذة ونقول بأننا لازلنا مستمرون وبأن الحل يجب أن يكون يعني أن الدولة يعني تجتهد على الحل أكثر مما تجتهد على الاعتقالات وعلى مجموعة من الأمور. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.